ننتقل إلى باب جديد، وهو باب مهم في أخلاق الإسلام، في أخلاق المسلمين، وهو باب الحث على التثبت. وهو باب الحث على التثبت. ومعنى التثبت إخواني في الله أنك ستسمع خبرا من غيرك، وبالتالي لا تسلم لهذا الخبر. ما فائدة التثبت؟ ما هي فوائد التثبت؟ واحد أن هذا في رفع الجناية والظلم عن غيرك. اثنين أن هذا في تطبيق لأمر الشرع الذي أمرك بالتثبت. ثلاث، نعم، أن هذا من أسباب منع الخصومات بين المسلمين. أربعة، أحسنت، هذا من أهم الأشياء، أن هذا تصفية القلوب على إخوانك. فالتثبت ليس فقط يرفع المشاكل ما ذكرتم في البداية وهو صحيح، اقعد عمو، وإنما هناك صور أخرى وهي تصفية القلب اتجاه إخوانك. فبالتالي نقل الكلام لا أقول يسبب شيء في القلب اتجاه إخوانك، بل حتى وقع في هذا الأمر بعض طلبة العلم، فيأتي شخص فينقل له كلاما أو أفعالا ولا يتثبت من الآخر، فيبقى في نفسه شيء على إخوانه. وإخواني في الله، الشيطان يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، إذا دخلت مسجد ووجدت بين المصلين تحريش، يعني كلام ومناورات، فاعلم أن هذا يفرح الشيطان. شو الحل؟ إياك أن يحدث بينك وبين إخوانك في المسجد تحريشا، أن يحدث تحريش منك أو أن تحدث تحريشا، لابد أن تتنبه إلى هذا الأمر. فإذا حصل فسارع إلى أخيك في الله وصفي قلبك معه، فعندها هزمت الشيطان، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وأكثر التحريش بين المصلين سببه عدم التثبت. فأفضل شيء إخواني في الله، متى سمعت خبرا أن تتثبت. وهذا هو كان حالي مع شيخي وأستاذي علي الحلبي، عندما كنت أسمع كلاما ضده، وبفضل الله أني كنت أدافع عنه، ولكن أحيانا أحتاج إلى الاتصال به لأتثبت. وفي كثير من الصور لا أتثبت. لما؟ لأن الكلام ملغى من البداية، الكلام ملغى من البداية، لكن تحتاج في بعض الصور للتثبت عندما تكون الأمور غير واضحة. أما عندما يكون الأمر واضح مع شيخك، لا تزعجه، لا تتعبه، والله يا شيخ حبيت أتثبت. شو بتثبت؟ هاي أشياء قابلة للتثبت، هذه قابلة للتثبت، هكذا نظرتك إلى شيخك. أما في بعض الصور الغامضة الذي قد تطرأ، فعندها تتصل بشيخك أو تنتظر حتى إلى أن تلتقي به وتسأله، وهكذا في صور كثيرة مع إخوانك ومع جيرانك. فإن لم تفعل فوقعت في الأمور الخمسة السابقة، وقعت في الأمور الخمسة السابقة. من يعيد لي الأمور الخمسة؟
طيب نسمع الأحاديث وبناء على ذلك سوف نرى هذه الأمور. نسمع.